تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه قيادات قطاع البترول مواقع إنتاج البترول والغاز في الصحراء الغربية للوقوف عن قرب على حجم المجهودات المبذولة لرفع كفاءة العمل وزيادة معدلات الإنتاج بالمواقع البترولية. وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في اتباع قواعد السلامة بشكل كامل وتحديث المنظومة الخاصة بها للحفاظ على العاملين الذين يمثلون ثروة قطاع البترول الحقيقية وعصب العملية الإنتاجية.